واضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين، وأحينا اللهم على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، في الخطبة الماضية تحدثت عن التعايش بين الناس، بين المسلمين بعضهم مع بعض، وبين المسلمين مع غير المسلمين، ورأينا كيف أن هذه الشريعة الإسلامية الحنيفة الغراء أسست حقيقة للتعايش فيما بين الناس، لتقبل الطرف الآخر. الإسلام يشرع ويتجه في منحى أن نحل المشاكل فيما بيننا سلما بقدر المستطاع، أما أن يصل الناس إلى سب بعضهم بعضا، أو إلى السخرية من بعضهم البعض، أو إلى الحقد من بعضهم على البعض، أو إلى قتل بعضهم البعض، فهذا ما لا يتناسب أبدا مع اتجاه الشريعة الإسلامية. رأينا هذا حول ما يتعلق بالانقلابات والتقتيل والتعذيب والسجون، هذه أشياء رأيناها في الخطبة الماضية. أحببت اليوم أن أتحدث عن تعايش آخر، عن تعايش في مجال أضيق ولكنه أهم، في مجال ما يتعلق بالأسرة. نحن في ختام فصل الصيف الآن، وعديد من الشباب دخلوا الحياة الزوجية حديثا، وحتى من لم يدخل الحياة الزوجية حديثا له ابن دخل هذه الحياة الزوجية، أو له أخ، أو له جار أو صديق. لذلك أحببت اليوم أن أقدم وصية كيف نتعايش داخل الأسرة الواحدة، لأن هذا الذي تشاهدونه الآن في واقع المسلمين، عدم التعايش فيما بين الأحزاب والجماعات والتيارات المختلفة في الشارع، والذي وصل إلى درجة الاقتتال والتشفي، إنما هو نابع حقيقة من عدم التعايش في النطاق الضيق داخل الأسرة، لأننا لا نعاني استبدادا بين الأحزاب والجماعات فقط، وإنما نعاني استبدادا أيضا داخل الأسرة الواحدة ما بين الزوج وزوجته. والذي يؤسف له، الذي يؤسف له حقيقة، أننا في كل المجالات إذا أراد الواحد أن يدخل مشروعا من المشاريع لابد أنه يحتاج إلى تدريب، لابد أنه يحتاج إلى تكوين لسنوات، أو على الأقل لشهور، أو في أضعف الحالات لأسابيع، من أجل أن يتمرن على المشروع، ومن أجل أن يعرف المخاطر التي يمكن أن تكون أمامه، وكيف يمكن أن يتفادى العقبات. هذا نقوم به في مجال التجارة، من أراد طبعا لابنه أن يكون تاجرا ناجحا فلا بد أن يمارس التجارة، وأن يتدرب، وأن ينبه إلى الأخطاء وإلى ما يمكن أن يعترض سبيله. لكن نحن للأسف في مجال الأسرة تجد الواحد منا لا يدخل تدريبا ولا لشهر ولا لأسبوع، بل ولا لحصة واحدة، حتى أن يقصد خبيرا في ميدان الأسرة، أو أن يقصد إنسانا متمكنا متخصصا من أجل إسداء النصح والتوجيه، فإنه لا يفعل ذلك. ثم يدخل الحياة الزوجية فإذا به يتفاجأ،
لأن الحياة الزوجية انتقال من عالم الخيال إلى عالم الواقع، من عالم الحلم إلى عالم الحقيقة. الشباب رجالا ونساء قبل الزواج كلهم يرسمون في مخيلتهم صورة نموذجية إيجابية جميلة للزواج. الشاب يحلم بأنه سيجد في امرأته أي في زوجته سيجد فيها النموذج الأفضل والأكمل من حيث الخلق ومن حيث التدين ومن حيث الجمال ومن كل المواصفات. والشابة أيضا يكون حلمها أن تجد في هذا الرجل الذي يتقدم إليها، يكون حلمها أن تجد فيه فارس الأحلام، الرجل المكتمل الصفات في كل الأشياء. لكن عندما يدخلون بيت الزوجية يقفون أمام الحقائق وأمام الوقائع وأمام الأفكار المختلفة والمتباينة أحيانا، فإذا بهم يصطدمون مع هذا الواقع، وقد يحسنون معالجة المشاكل وقد لا يحسنون، وقد يقعون فيما يقع فيه السياسيون تماما، فيستكبر بعضهم على بعض ويستبد بعضهم على بعض، ويحاول الواحد منهم أن ينحي الآخر وأن يقضي عليه تماما من حياته. لذلك ما أحوجنا إذن إلى تدريب. الأمة تحتاج حقيقة، وأنا أقول هنا إن هنالك جهات يجب أن تقوم بهذا العمل، ويجب أن تؤطر الشباب، المدارس، الجامعات، المجالس العلمية، الهيئات، هنالك جهات كثيرة، يمكن أن المساجد أيضا يمكن أن تقوم بهذا العمل. هنالك عمل بسيط يمكن أن يقوم به الناس قبل فصل الصيف مثلا، ولكن أحيانا قد تكون المبادرة، لكن لأن الناس لا يعون الحقائق في الأشياء ولا يدركون أهمية الأشياء فإنهم لا يعيرونها اهتماما. ينظم المجلس العلمي دورة للشباب المقبلين على الزواج، لكنك تجد الإقبال ضعيفا جدا، وكأنهم يريدون أن يقولوا إننا لسنا في حاجة إلى تدريب ولسنا في حاجة إلى توجيه، الزواج أمر عادي. لا، الزواج هو أخطر رحلة على أرض الواقع. لو أردت أن تقوم برحلة إلى الفضاء، أو أردت أن تقوم برحلة تدوم 3 سنوات أو 4 سنوات، لا شك أنك تحتاج فيها إلى تخطيط، وتحتاج فيها إلى تدريب وإلى توجيه، فما بالك بهذه الرحلة التي يفترض أنها رحلة العمر وأنها رحلة الحياة الكاملة، رحلة الحياة إلى ما لا نهاية، إلى الوفاة، إلى الوفاة، أي لا نهاية لها ما دمت في حياة الناس. الناس يحتاجون إلى تدريب ورخصة سياقة من أجل قيادة سيارة، وإن كنا نأخذ هذه الرخصة بالغش والتدليس ونقع في الكوارث، لكننا للأسف في ميدان الأسرة نريد للشاب أن يقود أسرة، ونريد للشابة أيضا أن تقود أسرة. ألم تقل مدونة الأسرة عندنا إن الزواج هو عقد ترابط وتراض شرعي بين رجل وامرأة على صفة الدوام غايته الإحصان برعاية الزوجين، فهو برعاية الزوجين. إذن لابد لهذين الزوجين معا من تأهيل، لابد لهما معا من تدريب، لابد لهما من عمل، ثم بعد ذلك يمكن أن يجربا في اختبار، فإذا نجحا في الاختبار يعقد لهما عقد الزواج، وإذا رسبا في الاختبار يعيدان الدورة مرة ثانية، يعيدان التدريب والتكوين حتى ينجحا. فإذا نجح، ولذلك هذا تجدونه في رخصة السياقة، من حصل على رخصة السياقة ولو في المرة الثانية أو الثالثة لكن عن جدارة واستحقاق، فإنه يقود مرتاحا ولا يقع في الحوادث غالبا، حتى لو وقعت له حادثة فإنه لا يلوم نفسه لأنه لم يرتكب خطأ، أو حتى لو ارتكب الخطأ فإنه يتحمل مسؤولية خطئه ولا يعاني داخليا. أما من أخذها بالتزوير فالأمر مختلف تماما،
في الحياة الزوجية أيضا نحتاج إلى هذه الرخصة، نحتاج إلى هذا التدريب من أجل أن ننجح ومن أجل أن نقود هذه السفينة قيادة رشيدة، من أجل أن نصل بها إلى بر الأمان. بل أستطيع أن أقول أيها الإخوة إن الحاجة إلى رخصة الزواج بعد تدريب طويل ليست فقط كرخصة السياقة، وإنما قيادة الأسرة أهم من قيادة الدول. قد يستغرب البعض كيف تكون أهم من قيادة الدول؟ رئيس دولة؟ نعم، الذي يقود الأسرة يجب أن يكون مدربا تدريبا جيدا، لأن قيادته للأسرة أكبر بكثير من قيادته لدولة. الذي يقود دولة لو أنه شعر بعدم القدرة أو شعر بأن هنالك عراقيل تقف أمامه بإمكانه أن يدفع باستقالته ولم يضع منه شيء، لم يضع منه شيء. الناس خاصة في الغرب، دعنا من بلاد المسلمين، بلاد المسلمين لا يستطيع إذا وصل أحدهم إلى وزارة أو مسؤولية لا يستطيع أن ينتزع منها نفسه إلا إذا انتزع أو اقتلع. عند الآخرين قد يجد الإنسان صعوبة في رئاسة وزارة أو إدارة مؤسسة أو حتى رئاسة دولة، فينحي نفسه ويستقيل ولا يتضرر بشيء. لكن هذا الشعور داخل الحياة الزوجية له عواقب، لا يمكن أن تستقيل من الحياة الزوجية دون منغصات ودون كوارث. قد يكون في الأسرة أولاد، حتى لو لم يكن فيها أولاد هذه الزوجة قد تشرد، قد يقع لها ما يقع، وأنت أيضا قد يقع لك ما يقع. لذلك فقيادة الأسرة إذن الخروج منها والانسحاب منها ليس كالانسحاب من السيارة إذا لم تستطع قيادتها، وليس كالانسحاب من رئاسة الدولة إذا لم تستطع سياستها، وإنما الأمر أخطر من ذلك. ولذلك الإسلام يركز على ضرورة الانطلاقة الصحيحة للأسرة، فإذا انطلقت انطلاقة صحيحة بالتوجيهات الإلهية والتوجيهات النبوية من خلال حسن اختيار الزوج للزوجة، ليس فقط الاختيار العاطفي والاختيار القلبي، وإنما الاختيار العقلي المبني على المصالح والمفاسد، المبني على النظر في مآلات الأمور ونتائج الأشياء من طرف الزوجين معا. أنا لا أتحدث عن الزوج أو الزوجة، أتحدث عن الزوج والزوجة معا. لابد أن يكون المنطلق صحيحا، وإذا انطلقنا بشكل صحيح فإننا نحتاج إلى بعض التوجيهات في ما يتعلق بإنجاح المسار. مشكلتنا الآن أيها الإخوة هي في استمرار الحياة الزوجية، لازلنا والحمد لله، وقد رأيتم في هذا الشهر لا زال شبابنا يقبلون على الزواج والحمد لله، مع أنهم كانوا يتحدثون عن عزوف شديد للشباب وعن ارتفاع ما يتعلق بسن العنوسة. مع ذلك رأينا أن هنالك حفلات كثيرة تقام للأعراس، وما زال الشباب والحمد لله يقبلون على الزواج، وما زالت الشابات أيضا عندنا. دعك من بعض المنحرفات، دعك من بعض هؤلاء اللائي يدعين حرية الجسد ويرون أيضا رجالا ونساء أن بإمكان الإنسان أن يمارس شهوته كما يشاء دون زواج أو عقد. دعك من هؤلاء نماذج قليلة جدا لا يمكن أن يكون لها ظهور في واقعنا المسلم. معظم الشباب والحمد لله أستطيع أن أقول بأكثر من 99% ما زالوا وإن ضلوا وإن أخطأوا وإن أساءوا التصرف، مع ذلك يفكرون بأن الواقع وبأن المفترض هو أن يقدم الشاب على خطبة شابة لفتح أسرة جديدة. هذا هو واقع شبابنا اليوم. لكن الإشكال ليس هنا، الإشكال هو كيف نستمر في هذه الحياة الزوجية. هؤلاء الآلاف المؤلفة من الشباب الذين تزوجوا في هذا الشهر عندنا، كم منهم سيكمل العام؟ ها
هذا هو السؤال الذي ينبغي أن يطرح. كم منهم، أنا لا أقول يجب أن يكمل العام، إنما أقول يجب أن يكمل العمر، يجب أن يكون اختيارهم وزواجهم مبنيا على أساس الحياة الزوجية الأبدية إلى الأبد، إلى النهاية، أي إلى الوفاء. كم منهم سينجح؟ كم النسبة من هؤلاء الذين سيستمرون إلى أن يموتوا، أو أن يموت أحدهم، أي أحد الزوجين، والعقد بينهما ما يزال ساريا؟ كم منهما؟ الواقع للأسف، الواقع، لا أريد أن أتشاءم، ولكن واقعنا للأسف يدل على أن نسبة كبيرة لا تكمل العام، بل إن بعض النسبة لا تكمل الشهر، بل إن بعضها قد تستمر أسبوعا فقط، أسبوع قد يصرف، قد ينفق فيه الإنسان شيئا كثيرا من المال، سواء للشاب أو الشابة، لكنه يتبخر بعد أسبوع أو بعد شهر. ودعك من المال، ليس المال فقط هو المهم، وإنما المهم أن هذا الشاب أو أن هذه الشابة عندما يفشلان في أول زواج، فإن من الصعب عليهما أن ينجحا في زواج ثاني، خاصة إذا تسرب الفشل إلى النفس، وإذا توغل في القلب، فإن بعض الشباب عزفوا عن الزواج نهائيا لأنهم فشلوا في الزيجة الأولى، أي في الزواج الأول، وهذا خطأ. حتى لو قدر الله ووقع ونزل وفشلت في الزواج الأول، سواء كنت رجلا أو امرأة، فلا مانع من أن تعيد الكرة ثانية، ولكن على أساس أن تستفيد من أخطاء السابق، الزواج السابق، وأن تحاول بناء الأسرة من جديد على أسس متينة. بل أستطيع القول إن كثيرا ممن فشلوا في زواجهم الأول نجحوا في زواجهم الثاني نجاحا باهرا، لأنهم استفادوا من الأخطاء التي ارتكبوها في الزواج الأول الذي اصطدم فيه حلمهم مع واقعهم، واصطدمت فيه توقعاتهم مع حقيقة الأمر وواقع الأمر. لذلك لا بد من بعض التوجيهات الخفيفة في هذا الميدان. انتبهوا أيها الشباب، سواء كنتم متزوجين حديثا أو لكم أقارب يمكن أن توجهوا لهم هذه التوجيهات. هنالك عندي 4 توجيهات لا أكثر، وسريعة بإذن الله. أول توجيه، لا بد أن يفهم الشاب عندما يتزوج أنه سيرتبط بعقل آخر، سيرتبط بفكر آخر، ليس بالضرورة يفكر بما تفكر به. أنت لا تستطيع أن تلزم شقيقك التوأم ابن أبيك وأمك بأن يفكر بطريقة تفكيرك، فكيف تفرض على امرأة ربما من عائلة أخرى وربما من ديانة أخرى، حتى المسلم قد يتزوج كتابية، فكيف تفرض عليها أن تفكر بطريقة تفكيرك؟ عندنا مشكلة ما يسمى بالتنميط، عندنا هذه المشكلة عند السياسيين، وانتقلت إلينا في جانب الأسرة، ولعلها العكس، انتقلت من جانب الأسرة إلى السياسيين. تجد السياسي المنتمي إلى اتجاه معين يفرض على غيره أن يفكر بطريقة تفكيره، إما أن تفكر كما أفكر، وإما أنك لست صالحا. هذا خطأ، هذا خطأ. ما جعل الله الرؤوس مختلفة إلا لاختلاف أفكارها، وإلا لاختلاف طرق حياتها وكيف تريد أن تعيش. لذلك لا بد أن نتعلم كيف نتعايش، بأن نتفهم أن هذا الآخر لا يمكن أن يفكر بنفس ما أفكر به، بمعنى لا تفرض على زوجتك ما تفكر فيه أنت وترى أنه الحق فقط، وإنما قد يكون معها الحق أيضا، قد يكون معها الحق. وبعض الزوجات أيضا يفرضن على الأزواج أن يفكروا بنفس المنطق الذي تفكر به هي، لا، هنالك اختيارات. أن الأزواج يختلفون على أبسط الأشياء، أبسط الأشياء، على التلفزيون أنت تختار مشاهدة الأخبار أو الرياضة، وهي لا غرض لها في الرياضة ولا في الأخبار، تريد أن تتابع برنامجا نسائيا أو شيئا آخر. والله بعض الأزواج اختصموا ووصلوا إلى الطلاق بسبب البرامج التلفزيونية،
لماذا؟ لأننا لم نتعلم أن نتفهم الآخر، لم نتعلم أن نحترم الآخر، أن نرعى شعور الآخر. إذا كان ولا بد فلنقتسم الوقت، وليكن للرجل وقته لبرامجه المفضلة، وللمرأة وقتها لبرامجها المفضلة. المهم أن نتفاهم، لابد أن يتفاهم الناس. إذن إذا لم أتفهم كيف تفكر ولم تتفهم كيف أفكر فلا يمكن أن نتعايش أبدا. ترون أن من الصعب على الإنسان أن يتعايش مع أبنائه ومع أبيه وأمه، لأن الكل يفكر بطريقة مختلفة، فكيف يتعايش شاب مع شابة أجنبية عنه، ما زال كل شيء لديه غريبا عنها، وما زال كل شيء لديها غريبا عنه. إذن كيف يتفاهمان؟ لابد أن نبحث عن نقطة وسط، لابد أن نصل إلى النقطة الثانية التي أريد الوصول إليها، وهي أنه لابد من الحوار بدل الصدام، بدل أن نفرض آراءنا على الآخر. هنالك للأسف من لا يزال إلى الآن ما يزال يتعامل بالعنف. الرجل تجده يفرض رؤاه على زوجته، وإذا لم تقبل برؤيته للأمور فإنه يلجأ إلى السب، وقد يلجأ إلى الضرب وإلى العنف، والإسلام يرفض ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. خيركم، والحديث من يروي؟ هل تعرفون من يروي الحديث؟ رواه الإمام الترمذي وابن ماجة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، أي عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم. هل تستطيع أنت أن تروي عنك زوجتك أنك خير الناس لمعاملة أو معاملة لأهلهم؟ هل تستطيع أن نسأل عنك زوجتك كيف يتعامل معك زوجك؟ والأقل أيضا للمرأة، هل تستطيعين أن نسأل عنك زوجك؟ لأن العنف الزوجي ما صار الآن فقط من الرجال للنساء، وإنما صار بعض الرجال يشتكون أيضا من عنف زوجاتهم. هل تستطيع المرأة أو يستطيع الرجل أن يسأل أحدهما فيقول: خيركم، قال زوجي خيركم خيركم لأهله، ولم يقلها فقط وإنما يفعلها؟ من يستطيع أن يفعل هذا؟ إن عائشة رضي الله عنها روت هذا الحديث، وكانت تدرك أنه حقيقة، وأنه ليس شعارا يرفع، وإنما هو واقع عملي مارسه النبي صلى الله عليه وسلم. كيف لا وهو يقرأ قول الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. لابد من المعاشرة بالمعروف. لا تفرض، بعض الشباب يرى أنه يفرض على امرأته الحجاب أو النقاب أو شيء من هذا. الشيء الذي يأتي بالإكراه لا يدوم ولا يعطي نتيجة. لو احتجبت أمامك فإنها قد تخرج إلى الشارع أو إلى الحافلة وتنزع ذلك الحجاب، لكن ما المفروض؟ المفروض أن تحاورها في الحجاب قبل الزواج، قبل الزواج. وإذا وقع ونزل وتزوجت وأردت إقناعها فليس بالقوة وليس بالإكراه وليس بالعنف. العنف لا يحل مشكلة، هذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانة، ولا كان العنف في شيء إلا شانة. لا يمكن، لا يمكن. ما الفرق بينك وبين العقلية الانقلابية التي تقود بعض البلاد الإسلامية، التي تريد أن تفرض احترامها بالدبابة وبالنار وبالقوة؟ لا يمكن، لن تخضع دجاجة بالقوة. الدجاجة لو جئت تأخذ بيضها فإنها ستدافع وستحاول حتى لو تعرضت للموت. فكيف بالبشر؟ كيف بالبشر؟ إذن لا إكراه في الدين، ولا إكراه في الأسرة، ولا إكراه في أي شيء. إذن السبيل هو الحوار. ما أحوجنا إلى أن نتعلم الحوار. أردت أن تقنع زوجتك بشيء، أو هي أرادت أن تقنعك بشيء، لماذا لا نجلس وفي مكان هادئ ودون ضجيج وعلى انفراد دون أن يحضر الأولاد ولا الوالدان؟ لماذا يفضح الناس أنفسهم لمشكل تافه بين الزوجين؟ المرأة تتصل بوالديها، والأب يتصل بالنجدة أيضا من أقاربه، وتدول القضية،
كان بالإمكان أن تحل بأيسر السبل وبجلسة حوار، كان بالإمكان أن يخرج هذا الشاب وهذه الشابة إلى المتزوجان حديثا، أن يخرج إلى مكان خال وأن يجلس مع بعضهما وأن يتحاورا. هل فعل أحدكم هذا؟ وقع له خلاف مع زوجته ويأخذ ورقة ويدفع الرجل للمرأة الورقة وتدفع المرأة للرجل ورقة، اكتب متطلباتك، ما الذي تريده مني، والآخر يكتب ما الذي يريده من الآخر، أو ما الذي تراه عيبا فيا. وسيدنا عمر رضي الله عنه كان يقول: رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. نعم، ما الذي يمنع؟ نحن عندنا بعض العقليات الرجالية والنسائية على حد سواء، وكأنه معصوم لا يخطئ أبدا. لو قالت له زوجته: لقد أخطأت في هذا، فإنه يقيم الدنيا ولا يقعدها. والعكس أيضا بالنسبة لبعض النساء، لابد أن نتقبل بعضنا البعض، لابد أن نتحاور، لابد أن نتناقش، ولكن دون جدال ودون رفع صوت ودون صخب، لأن الإنسان عندما يغضب ويرفع صوته فإنه يفقد صوابه، وإذا فقد صوابه فإنه بدل أن يصلح يفسد، وبدل أن يرقع فإنه يمزق، وبدل أن يصلح فإنه يفسد. لذلك لابد من الحوار. أمر ثالث أيضا، وهو أنه لابد من غض الطرف عن الهفوات. أنت أيها الشاب لم تتزوج ملكا يفعل ما يؤمر لا يعصي فيما يؤمر، لا، أنت تزوجت بشرا، والبشر بطبعه خطاء، وخير الخطائين التوابون. فلذلك لابد أن تتقبل البشر. أنت تزوجت امرأة إنسانا، وأنت أيضا أيتها الشابة تزوجت رجلا إنسانا، فإذا لم نغض الطرف عن بعض الهفوات أو عن بعض الأخطاء فلا يمكن لهذه القافلة أن تصل، ولا يمكن لهذه السفينة أن ترسو على شاطئ الأمان وعلى بر الأمان. لا يمكن. إذا كنت في كل الأمور معاتبا فإنك لن تلقى الذي لا تعاتبه، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها. كفى المرء نبلا أن تعد معايبه، إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، ومن في الناس تصفو مشاربه. لا تصفو المشارب للكل، البشر بطبعه يخطئ، لابد أن تتحمل أخطاء الآخر، لابد أن تغض الطرف عن بعض الأخطاء. إن عندنا أزواجا يختصمون مع زوجاتهم على إفساد الطعام. إنسان متخلف الذي يخاصم زوجته لأنها مرة أفسدت الطعام. إنسان متخلف إلى غاية التخلف. هي بشر، إذا أحسنت في طبيخها 10 أيام وربما شهرا وأخطأت يوما، ماذا لو حاسبتك أنت أيضا بنفس الطريقة؟ هل أنت يعني أنت معصوم لا تخطئ؟ معصوم؟ من الذي يدعي العصمة؟ العصمة لا تكون إلا لنبي. البشر يخطئون، نحن نخطئ، فلماذا نريد من الزوجة أن تتقبل أخطاءنا ولا نريد أن نتقبل أخطاءها؟ لابد إذن من الغض من أخطاء الآخر، وأن لا تصل بنا الأخطاء إلى أن ننسى الإيجابيات. تذكر إيجابيات زوجك. كنت رجلا وأساءت إليك امرأتك، تذكر إيجابياتها. كنت امرأة وأساء إليك زوجك، تذكر الإيجابيات. لماذا نركز نحن للأسف على نصف الكوب الفارغة؟ لماذا نركز فقط على الأخطاء؟ وتجد الإنسان يأتيك فيقول: فلان والله جاءت امرأة وتريد أن تطلق زوجها، فعندما سألتها لماذا قالت أريد أن أتطلق، وتحكي أن بينهما حبا شديدا، فقط لأنه أخطأ وعاهدها على أن لا يعود لذلك الخطأ، ثم عاد إليه مرة أخرى فلم تغفر له. وقلت لها: ما النتيجة؟ من أجل خطأ أخطأه زوجه وتدعين حبه حبا شديدا، وهو كذلك متعلق بك تعلقا شديدا، تريدين تدمير الأسرة من أجل خطأ؟ أي تفكير هذا؟ أي عقل هذا؟ تذكري إيجابياته. قلت لها: هل هذا الرجل يشرب الخمر؟ هل هذا الرجل يزني؟ قالت: لا،
لا يشرب خمرا ولا يزني ولا يخرج من البيت ليلا ولا يضرب ولا يشتم ولا يسب. هذه إيجابيات. والبيت الذي ذكرت الشاعر يقول: كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. إذا رأيت الإنسان واستطعت أن تعدد أخطاءه، أي فيه هذه المشكل وهذه المشكل وهذه المشكل وهذه، واستطعت أن تعددها، فاعلم أنه قابل للحياة وقابل للتعايش. إذا كانت الأخطاء كبيرة طبعا هذا شيء آخر، لكن ما دامت الأخطاء محصورة وفي قبيل الأخطاء الصغيرة فلماذا لا نتسامح؟ النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة، يفرك بمعنى يبغض ويكره، لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها خلقا آخر. لاحظ كيف يوجهك النبي صلى الله عليه وسلم إلى التركيز على الإيجابيات. لا يفرك مؤمن أي لا تبغضها، حتى لو تصرفت بتصرف خطأ حاول أن تعالج القضية. إذا كان الأمر يستدعي التسامح ويستدعي أن لا تحدثها به فالأفضل أن لا تحدثها. خطأ بسيط وقعت فيه أو أنت وقعت في خطأ بسيط نغض الطرف كأننا لم نرى. لا، أحد الشعراء كان يقول: ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي. الغبي لا يكون سيدا، لكن من الناس من ليس غبيا ولكنه يتغابى، يرى صاحبه قد أخطأ في حقه خطأ ولكنه لا يريد أن يشوش العلاقة بينهما، فإذا به يتغابى أي يجعل نفسه غبيا كأنه لم يرى الأمر وكأنه لم يسمع وكأنه لم يرى. نعم، لابد أن نغض الطرف وأن لا نبحث عن الأخطاء. بعض الناس يفتشون في حياة الطرف الآخر، الزوج يفتش في حياة زوجته والزوجة تفتش في حياة زوجها. هذا شيء خطير جدا يدمر الحياة الزوجية تماما. الرجل يفتش في الرسائل التي تأتي زوجته وفي الاتصالات، وقد يجد رسالة جاءت ربما عن طريق الخطأ قد يقع، فإذا به يتصرف تصرفا أهوج أحمق، وهي أيضا قد تتعامل مع زوجها بهذا. لا، الأمر ليس بهذا الشكل، وإنما الأمر يستدعي نوعا من الحوار الهادئ ونوعا من غض الطرف عن الأخطاء. آخر شيء هو الاحترام المتبادل. إذا أردت زوجتك أن تحترمك فاحترمها، إذا أردت أيضا أيتها المرأة زوجك أن يحترمك فاحترميه، وخذي بوصية المرأة العربية القديمة التي قالت لابنتها في وصيتها المعروفة بالوصايا العشر، قالت في آخرها: فكوني له أمة يكن لك عبدا. احترميه، حاولي أن تلبي مطالبه المشروعة، وهو أيضا بالتأكيد سيحاول أن يلبي مطالبك المشروعة. لا تسألي عن الحقوق فقط ولا تسأل عن الحقوق فقط، وإنما اسأل معا عن الواجبات قبل الحقوق. قل: ما واجبي تجاه زوجتي، قبل أن تقول: ما حقي عليها. وقولي أيضا: ما واجبي تجاه زوجي، قبل أن تقولي: ما حقي عليه. فإذا أديتما الواجبات سهل عليكما أن تأخذ الحقوق. أسأل الله تعالى أن يجمع بين كل الأزواج في خير، وأن يسعد جميع المتزوجين. أسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. أقول هذا القول أيها الإخوة، واستغفر الله لي ولكم فادعوه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة، هذا إذن درس في التعايش ودرس في نبذ الكراهية، لأن ذلك الذي تكرهه سياسياً أو تكرهه في داخل الأسرة ربما يجعل الله تعالى فيه خيراً كثيراً. كم من أزواج، لو سألتم أيها الشباب، لو سألتم آباءكم ولو سألتم أمهاتكم كيف قضوا بداية زواجهم، لوجدتم أنهم أيضاً كانوا يختصمون وكانت تقع بينهم مشاكل، ولكن كانوا يحلون المشاكل داخل الأسرة. وهذا من معاني قول الله تعالى:
وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن، أي حتى لو كرهت ذلك الطرف الآخر، فعسى أن تكرهوا شيئا. ولم يقل الله تعالى فعسى أن تكرهوا زوجا، لأن القضية ليست في الزواج فقط، وإنما في كل الأشياء يمكن أن تكره الشيء وتكون العاقبة أن يكون فيه الخير الكثير. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذا الشأن إذن ليس فقط في مجال الأسرة، وإنما ما أحوج المسلمين اليوم إلى أن يتعلموا كيف يتعايشوا. مأساة الأمة الإسلامية اليوم عندما نصل الآن في بلاد الشام إلى أن نصر، إلى أن يصر الناس، لأن العدو قد يأتي من أجل أن يضرب وقد لا يأتي من أجل أن يضرب، أي وضع مأساوي وصلت إليه الأمة عندما لا تستطيع الأمة أن تكون جيشاً مسلماً يتدخل لفض النزاعات ويتدخل لوقف الظالمين، وتنتظر متفرجة وبعد أن يموت المئات من الآلاف من الناس تستدعي القوى العظمى من أجل أن تتدخل. وهذه القوى العظمى لا يمكن أن تتدخل إلا إذا وجدت مصلحتها المادية في ذلك. ما الذي وقع لهذه الأمة مع أن القرآن الكريم يشير بل يصرح بالأمر عندما يقول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. لم يقل فاطلبوا الأمريكان من أجل أن يقاتلوا، وإنما قال فقاتلوا، أي واجب الأمة أن يكون لها جيش للتدخل. أوروبا استطاعت أن تصنع حلفاً تسميه الناتو من أجل أن تتدخل عندما ترغب وعندما تريد، والعالم كله فيه تحالفات من أجل ردع الظلم. بل إن العرب في الجاهلية كانوا أحسن حالاً من عرب اليوم. العرب في الجاهلية حضروا، وحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكرته في خطبة مضت، حضر ما يعرف بحلف الفضول. هذا الحلف الذي عقد في مكة تحالف فيه مجموعة من القبائل من أجل أن يردعوا الظالم أياً كان، كيفما كان هذا الظالم، يتدخلون ويوقفونه عند حده. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد حضرت حلفاً في يوم. للأسف ما استطاعوا أن يعقدوا حلفاً إسلامياً يقفون فيه به أمام الظالمين وأمام الطغاة والمستكبرين، بدل أن ينتظروا ما الذي سيفعله العدو بالمسلمين، هل سيتدخل أو لا يتدخل، وكم سندفع له إذا تدخل، وكم سيقتل إذا تدخل، وكم سيفعل إذا تدخل. نسأل الله تعالى أن يرد الأمة إلى دينها رداً جميلاً، وأن يهديها سبل السلام، وأن يجنبنا جميعاً الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماءهم في بلاد الشام، واحقن دماءهم في مصر، واجمع كلمتهم على الإسلام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أرنا عجائب قدرتك في الظلم والظالمين وفي الطواغيت الجدد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم إنهم طغوا وتجبروا في البلاد وأكثروا فيها الفساد، اللهم فصب عليهم صوت عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تعز الإسلام وتعز المسلمين وأن تذل الطغيان والطاغين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. حرر اللهم المسجد الأقصى المبارك وكل بلاد الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين. أيها الإخوة، قبل الختم أشير إلى أن جمعية لأحد المساجد تزورنا في هذا اليوم المبارك، تريد أن تفرح أيضاً بمسجدها، وقد بدأت بناء مسجد في حي حمص ما بين مسجد الفردوس والمدرسة التطبيقية في لازاري. هؤلاء يريدون أن يبنوا مسجداً وقد شرعوا في بناء المسجد وقد زاروكم، وهم يتوقعون أن تعينوهم وأن تمدوا يد المساعدة لهم
من أجل أن يرفعوا بيتاً من بيوت الله ومئذنة جديدة في مدينة المساجد هذه، من أجل أن يفرحوا بتعليم أولادهم كتاب الله، ومن أجل أن يصلوا التراويح في مسجد قريب لهم، ومن أجل أن يقوموا بكل الوظائف التي يقوم بها المسجد في الحي. فأسأل الله تعالى أن يوفق وأن يخلف لكل من سينفق ولكل من سيعينه، سواء من يعينهم على الأبواب أو من يقصدهم إلى عين المكان من أجل المساعدة. أسأل الله تعالى القبول للجميع، أسأل الله تعالى أن يخلف على من أنفق، أسأل الله تعالى أن يتقبل أعمال الجميع. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وفق اللهم أمير المؤمنين محمداً السادس لما تحبه وترضاه، أري الحق حقاً وارزقه اتباعه، وأري الباطل باطلاً وارزقه اجتنابه. هيئ له اللهم بطانة صالحة تقود بناصيته لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه خير الدين والدنيا والآخرة. آمين آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، خصوصاً الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.